4-0 في غدانسك في بولندا بأهداف توريس وسيلفا وفابري. توريس هدفين، سيلفا هدف، فابري هدف، الآن ماتا هدف، ماتا هدف، ماتا هدف، جو جول خوان مانويل ماتا، يسجل الهدف الثاني للمنتخب الإسباني. لافور يا روخا يفرض سيطرته تماما الآن، يؤكد الفوز، يطمئن الجميع، وماتا ينهي المباراة قبل الأوان. تمريرة كازورلا، ينفرد ماتا ولا يخطئ، لا يخطئ ماتا. لحظة خروج راندولف، يضع الكرة بمهارة وبدقة. شوف الكرة دي دقة ايه؟ دقة جراح. شوف الكرة، مش ممكن ماتا بدقة الجراحين. الكرة بين جسد راندولف ويده اليسرى، من خرم إبرة، من ثقب إبرة، ماتا يسجل الهدف.